فجر السعيد تفضح عمر أصالة نصري وأحلام الشامسي والجمهور أنت عجوز. هي أحلام مو صديقة، هي مثل أخت، فصعب صح. أختلف وأنا بش مع أنا بشهد يعني تحكي لي. نختلف برأي بموقف بمدري. يبدو أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد تريد أحداث خلافات جديدة مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، فبعد الخلاف القوي الذي نشب بين فجر السعيد وأصالة نصري عاد خلافها مع أحلام إلى الواجهة. وفي التفاصيل، تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهور اسم الفنانة أحلام في هجوم فجر السعيد على أحد المتابعين الذين انتقدوا تعليقها على ظهور السياسي الكويتي أحمد السعدون في برنامج ترند. وكتبت فجر السعيد تغريدة عبر حسابها على تويتر: غيبة من غيباتي أبو عزوز، وإلا كان رديت عليك، بس للأسف أنا بإجازة، تكفى دايما تصرح عشان عقب الإجازة تشرفني على البيت، نجم فديتك. وانتقد أحد المتابعين تغريدة فجر السعيد واصفا إياها بالعجوز، وكتب: ما شاء الله العجوز بإجازة وتتحارب مع الكل، يدوع عقلي. واستغلت فجر السعيد هذا التعليق وأقحمت اسم أحلام من خلال تغريدة قالت فيها: دخلت حسابك لقيتك متيم في أحلام، إذا أنا عجوز أحلام عندك شباب مثلا. اسمها أصالة، أنا انتقدتها لأنها قالت صار بدي وطن، وأنا اللي عارفة أن هي دشت الكويت بجواز بحريني، يعني معناتها عندها وطن اسم. كما فضحت فجر السعيد عمر أصالة نصر الحقيقي من خلال تغريدة نشرتها عقب خلافها معها على منصات السوشيال ميديا، حيث قالت السعيد: جمهور أصالة شغال علي بالعجوز، دشيت أشوف عمر أصالة لقيتها أصغر مني بسنة ونص، سبحان الله الجمهور يشبه نجمته نفس الذكاء. يذكر أن عمر أصالة حوالي 52 عاماً وعمر فجر السعيد حوالي 50 سنة، أما أحلام الشامسي فهي تبلغ من العمر 54 سنة.